شاهد مناظرة افتراضية شرسة بين القرآن وبين الغافل عن دين الله. يقول القرآن للغافل عن الدين: جئتك بأوامر الله ونواهيه فلم تستجب، وذكر في طيات الوعد والوعيد فلم يرغمك ذلك على الاتعاظ. تابع القرآن مناظرته فقال: أثبت لي بالدليل أن ما أنت عليه من الغفلة لن يؤدي بك إلى العذاب. الغافل التزم الصمت، لم يجد دليلا واحدا. ما عجز عن الاتيان بالدليل، قال له القرآن: فإن عجزت عن إيجاد الدليل فسأثبت لك أن كل الإجراءات التي جئت بها في حقك إن لم تتب مصادق عليها بتوقيعات وأختام إلهية. رد الغافل عن دين الله على القرآن: ما هي هذه المصادقة؟ قال له القرآن: أولا، التوقيع الأول هو أنا كتاب معجز، وجهت تحدي للعرب الفصحى أن يأتوا بصورة من مثلي فعجزوا، وأخبرت في القرن السابع الميلادي عن كيفية تخلق الجن في الرحيم، ولم تصل البشرية إلى ذلك حتى مطلع القرن الثامن عشر، وهناك 10 توقيعات الإلهية التي تثبت أنني كتاب الله، فإن ثبت لك بالدليل أنني كتاب الله تب أو استعد للعذاب.